صباح الخير من جديد، ومن أحلى الفقرات اليوم معنا حاضرة منها الموسم ومن بين شجرات الزيتون. اليوم بدنا نشوف نموذج فلسطيني تراثي كتير حلو، كوننا بنحكي عن الحداية الشعبية الفلسطينية اللي تألقوا فيها الأخوين همام ومحمد الصباح. اليوم متواجدين معنا بها الأرض لحتى نسمع من الأوف تاعتهم شوية من الحداية ونتعرف كمان عليهم. فيسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. طبعا همام صباح ومحمد الصباح، اهلا وسهلا فيكم. همام، بالبدايه معك، ما قبل ما نستمع لبعض المقاطع الصوتيه، بطاقه تعريفيه، مين همام الصباح؟ همام عبد الرحيم صباح من بلده عنبته، مواليد 94، حاصل على شهاده الماجستير في اللغه العربيه. مارست هوايه الزجل الشعبي تقريبا منذ 11 عام وانا ولد صغير، ما شاء الله. يعني بلشنا في الزفات والاعراس، الحمد لله كل سنة عن سنة كنا يعني ننمي هالموهبة ونشتغل عليها على الصعيد الفلسطيني هون في الصعيد المحلي، المستوى المحلي. ومحمد أخوي يعني تقريبا 90% أو أكثر من الحفلات والمناسبات اللي كنت أروحها كان دائما معي. شريكك. شريكي طبعا، صحيح. وهينا يعني الحمد لله باستمرار، بس الأوضاع الراهنة هي اللي السنة غيرت كل إشي ومنعت الحفلات والزفات والزجر الشعبي. حتى مجال تخصصي في الماجستير كتبت رسالة العتابة الفلسطينية، دراسة في الشكل والمضمون، يعني هي تراث وهوية الزجل، ويجب على كل فلسطيني يحافظ على هذا التراث وهذه الهوية لأنه فعلا بيحكي بلسان الشعب. وأنا دائما أقول لهم يجب أنه حتى يدرس في المدارس طبعاً. مش فقط منهاج يكون للمتخصص في اللغة العربية، أو بالعكس لازم يكون مادة أساسية في أو عنوان أساسي في منهاج اللغة العربية في جميع أو في مرحلة معينة. لا شك. جميل جميل صراحة، شكرا لك همام. محمد، بالانتقال لإلك، يعني همام حكى عنك شوي وحكى إنك شريكه بالحفلات، هل بلشت من لما بلش همام ولا بعد بفترة، ولا كيف صار موضوع الشراكة بين بعض؟ يعني خلينا نقول في البداية كموهبة من البيت، يعني تقريبا مع بعض من الصغر مع بعض، بس بالنسبة للميدان والزفات والأمور هاي يعني تقولي همام تقدم عني فترة بسيطة بالوقت. طبعا يعني برجع ليش للمزاج، يعني بجوز أولها بكاش الواحد مقتنع إنه يقدم على هالشغلة، بتعرف يعني شي خطوة جديدة طبعا، بس بمجرد إنه يعني مشت الأمور أنا زي ما تفضل أخوي كنت الشريك والمرافق تقريبا في كل الطلعات والزفات والحفلات الحمد لله رب العالمين. طب بنيابة عن همام، أنتوا كيف اكتشفتوا حالكم؟ يعني كيف اكتشفتوا هاي الموهبة عندكم؟ هسا هاي الموهبة سبحان الله يعني بتبقى مزروعة في البني آدم منذ نشأته. هسا بصير الواحد يعني إحنا دلينا على اللون هذا والفن هذا عن طريق السماع، يعني بكينا نسمع أشرطة يكتشف الواحد إنه عنده ميل لهذا اللون أو هاي الأساليب. شوي شوي مع الحفظ والتكرار اكتشف إنه عنده هو القدرة إنه هو يجود من عنده وإنه يشكل الكلمات بإيده ويرتجي لألوان مختلفة من الزجل. بس بنرجع بنأكد إنه هاي سبحان الله يعني إنها بذرة موجودة مع الإنسان منذ نشأته، بس هي بتعتمد عليه إنه ينميها ويطورها ويشكلها صح. جميل جدا. طب إحنا ما بدنا نحكي كتير، أكيد رح نرجع نحكي شوي، لكن بدنا نبدأ بفقرتنا ونسمع منكم إشي حلو من الحداية الشعبية الفلسطينية. أكيد أنتم في أفكار جميلة، فإيش بتحبوا تسمعونا؟ أوف 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 أوف، ألا بلادي 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 بقلبي يسهله نطقها، البلادي بلادي اسمها قلبي نطقها، مثل عذراء زينها نطقها، العيش بغيرها صعب نطقها، يا وسوى فلسطين ما إلنا أحباها، يا ب يا هي يا هي يا هي لا 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 علي يا ضايا فا 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 يا فلسطين ازرع للورد
وجني وزين كل خد وكل وجني وجني ما بدي مال بيها الجيب وجني انا بدي شوف اهلي والاحباب ايه 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 اوف اوف اكثر من عيون الوطن عزيت الا اكثر من عيون الوطن عزيت بغيابي عن بلاد الروح عزيت على الزيتون غني اليوم عزيت زيتون بلادنا زيتو ذهايا ياب انا بدي اغني بفنوني او بفيات الزيتوني او هاي بلاد المزيوني او محمية بعين الرحمن ايوه والقعدة بها الفيات يا اخي تحت الزيتونة واتطلع عاها اللمات احلى لم بها الاوطان الا واجتمعت كل العيلي او بغني ما واويلي هاي العادات الاصيلي ابن حمل بلد والاوطان وعادتنا عادت عرب وما بنسأل رغم التعب والشاي فوق الحطب بيروي لك كنك ظمأ الا بالارض الابدية او جئنا نغني الغني والزيتون الرومانية او محلى زيتون الرومان الزيتوني دوم بتعطيك بتنفع لك وتغذيك مش ممكن مرة تأذيك وظلك افهم يا انسان بفي الزيتوني والتينو الله يسلم فلسطين ونحنا فيها صامدين ومهما يبرم الزمان الله يسلم لبلادي او يا بلادي وارض جديد دادي او فيها نلب الميعادي او نفديها بدم الشريان الا غير بلادي ما بدي ارض بي وارض جدي ساق الله عزيت البدي او ساق الله ماضي زمان او كنا نوكل من هالزيت ونعمر بالزيت البيت وباحبابي انت خيت ولبوني باي الا لبلادي يحلى الموال بالسهول وبالجيب شو ما يسوي الاحتلال وما بنسيبش هالأوطان ألا ظلك عنا بيصلي بالساهل أو بالتلي بالرب لاقي خلي أو فرسان الطارد غزلان الله يسلم أوطاني في هالمواسم عمراني أو لا كل موسم أغاني يغني فيهن الفنان بنغني من نغمتنا للفاجر ما حطتنا او معكم تضوي نجمتنا اي تضوي عالليل الغشيان الا لابو رامي هالموال شكرا عالاستقبال والك يتغنى الزجال من الشعر اشكال الوان يعطيكم العافية الله عليكم رائعين بصراحة وقديش في انسجام بصراحة ما بين الكلام اللي بتحكوه ما بين المشهد اللي احنا موجودين فعليا فيه همام بالعودة لإلك يعني خلينا نحكي تحضير الكلام وبشكل ارتجالي كمان قديش مهارة صعبة لكنها ممتعة بالنسبة لإلك نعم صحيح هي أصلا سر الشغل في الارتجالي سر الموهبة الارتجالي وانه يكون الكلام وليد اللحظة ونسبة كبيرة يعني من الحفلات اللي بنروحها بكونش الواحد عارف شو بده يقول او شو ممكن يطلع كبداية ممكن كبداية يغني له اول موال حفظ من المخزون بعدين بصير يشاهد ويترجم المشهد شعرا او زجلا بابا ميجنا شروقي مربع او زي هاي المحاورة المربع كلها مرتجلة والبدل على ذلك يعني انه المشهد نفسه يعني مجوز انت تكون رايح مش عارف وين رايح فهذا السر في الشغلة هاي انه كله مخزون من عندك لا بتحتاج كتاب لا دفتر لا ومحمد حكمت لهاي القاعدة صح؟ بترجع انه لازم يكون عنده الواحد رصيد لغوي يساعده انه ينشل من هالبحر انه يسعفه في المواقف المختلفة لانه كل ساحة إلها لون كل ساحة إلها ظرف يعني مثلا قاعدة زي هاي بتخلف مثلا انا ابكى في ساحة عرس بنرجع منأكد انه لازم يكون مقتدر على نشل الكلام من بحر حلو. الزجل خلينا جميل جدا طب احنا حابين نسمع كمان شيء اذا في مجال
نسمع ان شاء الله. يلا خلينا نشوف. اوف 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 اوف. يا ربي يا ربي امحى عن وطننا كل حزايان وخلي السعادة تعم على كل الوطن. يا ربي امحى من وطننا كل حزان وخلي السعادة تعم على كل الوطن. بلادي جميلة زيني بحبابها الماء والخضراء والوجه الحسن. الماء والخضراء والوجه الحسن. الماء والخضراء والوجه الحسن. اوف 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 اوف. تركني أنا صامت بأرض جدادنا تانوخذ الموال منها وزادنا وما نفرطش بالوطن لو مهما يصير نثبت عطول الزمن مع أولادنا. نثبت عطول الدهر مع أولادنا. نثبت عطول الدهر مع أولادنا. أوف أوف ببلادي غنى الحادي أحلى الألحان والله يديمك يا بلادي أم البلدان. والله يديمك يا بلادي أم البلدان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. هلا ببلادي غنى الحادي احلى الالحان والله يديمك يا بلادي ام البلدان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. هلا لبلادي بدي غني بلادي جني يا الاغلى من روحي ومني ومن كل انسان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. بلادي روحي وعيني هي خيي ومني بتبقى مفدي بدم الشريان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. هلا لبلادي بنى وعمر زند الاسماري وترابك لونه احمر دم الشبان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. بلادي بدمي بفديها انا ناخيها ودوما اهلي بلاقيها باحلى الاوطان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. هلا ببلادي الجبل العالي همي جالي وفيها كروم دوالي بتشفي العيان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. هلا في الجبل او في التل هي خلي من خير الوطن مل سهول وديان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. هلا بدي اغني لفنوني للزيتون بفديها بروحي وعيوني ودم الشريان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. والله يديمك يا بلادي ام البلدان. وعنها لا ما بنتخلى لا لا والله وفيها دوم بنتجلى نغني الالحان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. الله يديمك يا بلادي ام البلدان. الا يا بلاد الحب أنقى غربا وشرقا ومثلك ما مرة نلقى بأي أكوان. والله يديمك يا بلادي أم البلدان. والله يديمك يا بلادي أم البلدان. أوف 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 أوف.
إن شاء الله ربنا بديم هالبلاد وبديم هدات البال وبديم كمان هالتراث الحلو اللي يمكن كل يوم عم بنشوف محاولات تزييف، محاولات سرقة وكل هاي التفاصيل. وأنا مبسوطة إنه اليوم الشباب عمالهم بتمسكوا بهذا التراث، والحداية هي جزء من التراث. صحيح صحيح، والجميل فيها إنها حفظت شفاهية، يعني لذلك صعب طمسها شوي. طمسها يحتاج إلى طمس هوية وطمس ثقافي ولغة طبعاً. نعم العربية. نعم صحيح. فلذلك الزجل الشعبي لليوم يعني محافظ. لا شك إنه طرأ في تغيير كبير على حفلاتنا ومناسباتنا، لكن ما زال القالب التراثي والزجل حاضر. جميل. طب محمد، يعني احيانا بنشوف نوع من الحدايه او من الاشياء اللي بتغنوها او ممكن تحاوروا بعض فيها، بيكون في تحدي بتعملها انت وهمام كونكم اخوه؟ طبعا، ما هو يعني اذا مناش نعملها ارادي غصبا عنك بدك تتحدى، ولا مطلوب هذا اللون اكثر شيء مطلوب، انه يعني يبقى في نوع من استفزاز. التحدي والاستفزاز. بس طبعا كله ضمن نطاق الادب، يعني طبعا ما بخرج عن نطاق الذوق العام، يعني الفاظ محترمه بس اللهم يعني في قالب من التحدي. يعني خلينا نقول نعم، حكيت غصب عنكم لازم يعني يكون مطلوب. انا مش هحكي لك غصب عنكم احتراما، لكن احنا اكيد حابين نسمع. بس ما قبل ما نسمع هذا النوع او هذا الشكل، محمد قديش بتشوف انه انت وهمام كونكم اخوه، انه ضمن اللمات العائليه وضمن ممكن جلسه اصحاب اكيد بنطلب منكم كثير انكم تأدوا اشياء؟ طبعا طبعا، يعني تقريبا فيش طلعه من روحها او قاعده بنقعدها الا بنطلب منها شيء، يعني حتى يعني مرات الواحد هو خلص قاعد ماخذ على الجو خلينا نقول، وبتجلى يعني سواء في خلا زي هيك او في دار او في اي مكان، يعني ما انك انت موجود همام او محمد او اثنين يعني للصدف اجتمعنا خلاص، يعني اذا كنتوا اثنين هذا توب التوب. ايوه مزبوط. طيب همام بدك تتحدى محمد؟ اتحدى مين دائما بفوز فيكم؟ ولا انتوا اثنين حسب يعني بجوز واحد هي واحد. طيب احنا نشوف اليوم همام ومحمد يتحدوا بعض بالحداية الشعبية الفلسطينية، لكن اكيد بصورة جميلة وبصورة جدا شيقة. يلا قول. ألا وتفضل هي يا همام على الساحة والضيرة، عامل لي حالك مقدام وانزل على ساحل المجا. أنا بدي أغني بأسجالي أو مثلي ما في زجالي، أو بالشعر الارتجالي اسمي أول الارتجال. ألا مين الواقف عقبالي أنا بها الساحة لحالي، ما رح تقدر عزلزالي اتحذر إجاك الزلزال. لا ربي أنا راكع ساجد أو لساته الواضع بارد، ماني قايم بعدي قائد او تسل السيف الصلصال. او يا قائد وين جنودك وباقول لك وين حدودك، وما بتوفي لي بوعودك وقالوا لي عنك محتال. على هي همام بالحانه بيرضي اهله وجيرانه، او لمن ينزل ميدانه بيسوى 16 خيال. انا لمن بنزل على الساحات بغني لك اقوى كلمات، جايكم بحر وموجات مين لع بحري نشا. ألا دخل عيونك هي يا بحر وخلي عندك نتفة صبر، بإيدك رح تحفر القبر وتترحم هسا يا خال. أنا بإيدي بحفر لا لقبور، بإيدي بقلع لا لصخور، ولساني بيرضي الجمهور مين أطفال ومين رجال. ألا هيني بتغنى الكلام زي شعر أبو تمام، وإنك تغلب لا همام يا محمد صدق محام. عقبالي بدك تحري من شاكل المعري، أو يا كلماتي بتسري وكلماتك بتجيب الإعلان. ألا غنينا بمعانينا أو مثل موجات المينا، أو يا أخينا اتهدوها وديلي للبال. أنا غنى البلبل الصداح معانا بوقت الصباح، نحنا بنحكي للفلاح من خيي خبي لشوان. ألا يلبي تغني معاي أو شعري وعام أغناي، إكثار المثلك حداي والمثل خيك يا خقلال. لو كانوا المثل كثار كثار كان ازدهرات الأشعار، وعمرنا الدير والدار وما صفينا باحتلال. ألا غنيناها غنية أو بالحداية الشعبية، الله يعينك يا خيي شكله في عقلك اختلال. أنا اسمي شيخ الحدادي أو اسأل لكل بلادي، من التلي والوادي أي والسهول أي والجبال. ألا غني من الشعر الحاضر
أو ارضي كل الأكابر. ألا أنت ما صرت الشاعر أو ممكن تصفي عتاد؟ ألا اسمي شاعر للكلمات، اسمي مطرب للنغمات، برضو بحمل الشوالات وبرضو بشيلك هي يا خال. ألا غني واعطيني الجواب وارضي لأقول الألباب، وما بتعرف معنى الإقلاب ولا بتعرف معنى الإعلان. ألا على الجواب وعلى القرار مني بيصدر القرار، جايكم حرب الدمار وروح روح من الذياء. ألا أكبر مني بسن وصار لكن أصغر بالأشعار، ودوما بخسر بالحوار وبفنون الارتجال. بسني أنا أكبر منك وفني أكبر من فنك، أو بغلب لك غصب عنك وشهدت لي كل الأبطال. ألا لما تغني الغنية ألا بالأعراس الشعبية، أو رح تصبح مسرحية أو تضحك عليك الأطفال. أنا بدو يكتب يا راعي ونادي بصوتك عسباعي، شعري بيشفي الأوجاعي أو مين اللي عنده هون على. أو غنيت بأحلال بيوت ولحبابي حب وثبوت، الشعب بيهوى مني الصوت وحطوني رن الجوال. لعنا بالساحة نبي بالنبات، ونحن نغني بالغابات وبنغني فوق الأطلال. ألا غني بالارتجالي أو يا محمد بمجالي، أو خلي لي صوتك عالي أنا صوتي بيسوي زلزال. يا خيي أنا لعلمتك والحدادي فهمتك، وبتقييمي قيمتك أي وعطيتك نتفة تغلال. ألا دخلك شو هو التقييم اللي عندك يا فهيم؟ لا إدارة ولا تعليم وبعدك وصلت الأوقات. أنا بغني لك موالي وبكتب لك هالرسالة، يا خي العالق بالي هدي قبالي بهالمجال. ألا دخلك شو هو التقييم؟ هات وقل لي يا فهيم، لا إدارة ولا تعليم وما وصلتش نهج العقال. مات الاستفهامي بتاخذها من كلامي، تأعطي لك كم علامي ممكن تنجح مع الإبطال. ألا غنينا هالغنيات عدد ما في السما نجمات، في شعر المعلقات بتلقاني أكبر ما قال. أو عامل عنترة بساحات وبتغني فيها الكلمات، ومن تعلمت الردات وكيف تغني للموال. ألا ظلك غني المواويل وخلي عيار الشعر ثقيل، عنده لسان كثير طويل لكنه إيدين طوال. ألا مهما تحكي يا خيي ولو تتعدى علي، عاداتي أنا فيي أشفق عهيك أطفال. ألا مد لسانك مد اليد وقت الضرب ووقت الجد، ومهما هالشدة تحتد بتلقاني حملك نشال. ألا خيك بيظلوا حنون وعخيك أنت بتمون، كرامل شجرة هزتون بنعفي عنك بالمجال. ألا يا محمد احترامي أو حي بصوت أبو رامي، أو دم رجال الكرامة أو أنتو يا نعم الرجال. يا همام هذا التحدي الحلو اللي شفناه، يعني حكيتوا عن التقييم مش تقييم، انتوا اثنين رائعين ما شاء الله عليكم. همام قد ايه بتشوف انه انت تفضلت وحكيت انك حاصل على ماجستير في اللغه العربيه، ويمكن اسقلت او اسقطت هاي الموهبه اللي موجوده عندك والهوايه ايضا في رسالتك الاطروحه، ايش الدافع كان عندك او ايش السبب؟ الدافع الاول هو حب الزجر الشعبي والموهبه، صقل الموهبه. والدافع الثاني انه لابد ان نضع مرجع او مصدر في رفوف المكتب العربي عن الزجر الشعبي الفلسطيني. هذا شيء مهم وشيء ضروري، زي ما بندرس الادب في العصور القديمه الجاهلي العباسي، لازم يكون عندنا مصادر ومراجع تتحدث عن انه ندون هذا الزجل وهذا التراث لو بشيء، يعني باي صوره من الصور. يعني ولسه انا الرساله اللي كتبتها لم تفي للعتابه الفلسطينيه حقها، او لسه هي جزء في باب واحد من أبواب الزجل، فقط العتابة ما شاء الله. يعني الواحد لو بده يكتب في أبواب الزجل الأخرى بده مجلدات كثيرة، بدها سنوات طويلة لا شك، من تدوين ودراسة وتحليل وغيرها من الأمور. نعم جميل جدا ما شاء الله عليك محمد. بالنسبة للمناسبات اللي أنتم بتحيوها من خلال هوايتكم، هل هي متعددة متنوعة ولا فقط ممكن بتقتصروا على الأفراح، أو خلينا نحكي اللي هو حمام العريس ممكن؟ وشوفي بشكل عام عندنا بفلسطين، يعني خلينا نكونش نقول المجال الوحيد، يعني المجال الأكبر للزجال والشاعر الفلسطيني هي الأعراس والحفلات.
طبعا يعني في مناسبات ثانية بجوز يتطرق لها الشاعر بقصيدة أو فقرة فنية معينة، بس أغلب 90% خلينا نقول هي الأعراس والحفلات الشعبية. نعم، ويمكن بتلاقوا حالكم فيها أصلاً بصورة أجمل، يعني نوع من العفوية أكثر ومن التفاعل مع الناس والجمهور أكثر من ما أنه يبقى مثلاً إشي فيه لبروتوكول معين ومسرح ومش مسرح. نعم، همام، رسالتك من خلال الزجل الشعبي أو من خلال الحداية، إيش بتحب توصل رسالة ممكن لمستمعينك من الفلسطينيين ومن حافظي هذا التاريخ أو حتى من غير الفلسطينيين؟ أنا دائماً يعني كنت أنتقد الأغاني الدخيلة على أعراسنا بسبب العولمة، يعني اضطر الواحد، بس ما بتقدر تجبر ذائقة الشباب اليوم زي ذائقة قبل 20 سنة أو 15 سنة، لكن لا بأس من الحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني وألوان الزجل الشعبي الفلسطيني لو دخلها شيء من خلينا نقول اللي هي الموسيقى أو الألحان الجديدة، لكن الحفاظ على الأساس والمحافظة عليها بكل مناسبة أو كل عرس شعبي فلسطيني تكون حاضرة. جميل. محمد، رسالتك؟ أنا رسالتي إنه نرجع نتمسك بتراثنا الأصيل ونبعد عن الأمور الدخيل اللي صرنا نشوفها حالياً، يعني اللي لا تمت لشعبنا الفلسطيني بصلة. إحنا بندعو الناس كلها إنه يبقى تمسكنا بثوابتنا وتراثنا إلى أبعد الحدود. حلو، جميل. احنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق. همام الصباح ومحمد الصباح، انتم اليوم عن جد امتعتونا بحناجركم بصراحه وبصوتكم الحلو وايضا بطبيعه الكلمات اللي كانت متسقه تماما مع المشهد الحالي اللي احنا متواجدين فيه، فكل التوفيق لكم الى الامام ان شاء الله. الله يسعدك ويخليك، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. احنا اكيد مكملين واياكم لكن بعد هذا الفاصل. معها الفطور الفلسطيني بحت، يعني بنحكي عن كلاية البندورة وكلاية البيض مع الحمص مع اللبنة وكل هالتفاصيل الحلوة اللي أكيد يسلم إيديها الحجة إمرامي رجب اللي اليوم إحنا كنا بضيافتها، يسلم إيديها ويعطيها الصحة والعافية. بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج صباح الخير اللي كان بأجواء مميزة وجميلة، فيعطيه العافية العام أبو رامي وأيضا جميع أفراد أسرته لليوم استقبلونا في بلدة كفر اللبد. إن شاء الله نلقاكم الجمعة القادمة بفقرات جديدة وبحلقة جديدة. تحياتي هبة مصطفى، إلى اللقاء.